أهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من هنا ليبيا وتتابعون فيها افتتاح منظومة مرضى الأورام ببنغازي، موجة من المخلوي تواجه طبرق، وإتلاف شحنة من الطماطم يعود تاريخ الاستيراد لعام 2010. نظم مستشفى الأطفال ببنغازي مؤتمرا صحفيا لوزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبد الجليل للإعلان عن انطلاق منظومة حصر لأطفال الأورام بالمنطقة الشرقية والجنوبية. وتخلل المؤتمر إجابات عن أسئلة الحضور، والتي من أهمها التأكيد على الاهتمام بشريحة مصابي الأورام وكيفية معالجتها وتوفير أدوية لهم. دكتورة فدوى الفايدي رئيس لجنة حصر مرضى الأورام، انطلقنا اليوم بمنظومة حصر مرضى الأورام من داخل مستشفى الأطفال. قام السيد معالي وزير الصحة بإطلاق هذه المنظومة بزيارة لقسم الأورام، توزيع البطاقات التي تم إصداره عن طريق منظومة حصر مرضى الأورام. عن طريق هذه المنظومة سيتم صرف علاج لكل مريض لمنع الازدواجية بين المناطق، أن المريض يصرف علاجه من داخل مدينة بنغازي، هيطلع عندي احنا في مدينة سرت أنه هو صرف علاجه، كلامنا عن الازدواجية بين صرف العلاج. ثاني شيء، حصر مرضى الأورام على المنطقة الشرقية لمعرفة العدد الحقيقي لمرضى الأورام. كل البيانات أو جميع البيانات الموجودة لدينا في المنظومة هي بيانات تم حصرها عن طريق التواصل المباشر بمريض الأورام. في بعض مرضى الأورام لم يتم التواصل معهم، نتمنى من منبركم أن يتم مرضى الأورام أن يقوموا بالذهاب إلى مراكزهم العلاجية لإدخال بياناتهم حتى يتم إصدار بطاقة تعريفية لهم عن طريق هذه المنظومة. شكرا، بارك الله فيك. تشهد طبرق منذ أسابيع تزايدا في حالات الإصابة بالفيروس المخلوي، مضطرت البلدية هناك إلى تعليق الدراسة لما يقارب عن 5 أيام. مراسلنا محمد شحات تابع هذا الموضوع وعاد لنا بالتقرير التالي. فيروس مخلوي تعددت أسباب انتشاره وتنوعت أعراضه، شبح صحي جديد يهدد طبرق وغيرها من مدن البلاد، يستهدف هذه المرة فئات عمرية معينة. الرعاية الصحية هنا في طبرق تحاول جاهدة أن تقف في وجه هذه الموجة. في تزايد في العدد في الحالات، لكن بسيطة، أغلبيتها شفيت في المنزل أو احتاجت دخول بسيط وشفيت خلال أيام بفضل الله، لكن هذا لا يمنع أن ما زلنا في مرحلة تخوف، لأن أقوى شهرين حيكون شهر يناير وفبراير، يعني شهر 1 و2 هنا الذروة، فالاحتياط واجب ووسائل الحماية واجب، إن شاء الله تعالى الموجة هذه تمشي على خير. المجلس التسييري كونه السلطة المحلية في المدينة يحاول جاهدا أن يتخذ إجراءات احترازية مشددة بالتعاون مع القطاع الصحي في المدينة، حرصا بالدرجة الأولى على سلامة الطلاب والأهالي. نحن مش ممكن نديروا أي خطوة لا نتعرف تأثيرات هذه الخطوة إلا بعد ما نشوفوا الجهات المسؤولة أو صاحبة الاختصاص، من أجل أن نحن نتخذ خطوات. نشوفوا نحن المركز وبعض الجهات اللي هي مسؤولة وقطاع الصحة اللي هو مسؤول عن متابعة هذا المرض، وبناء على الإرشادات الطبية نحن في إمكان اتخاذ إجراءات إدارية فيما بعد حسب الصلاحيات اللي يعطيها لنا القانون. تتكثف الجهود للخروج من موجة المخلوي هذه دون أي أضرار تسجل في طبرق، جهود تحاول أن تخلق شيئا من التعاون بإجراءات احترازية مع هذا الفيروس دون التسبب في أي تعطيل لسير عجلة الحياة في المدينة. محمد شحات، WTV. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا في المشاهدة.
أهلا بكم من جديد. قام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع الخمس بإتلاف شحنة من الطماطم يعود تاريخ الاستيراد لهذه الشحنة إلى عام 2010. لنتابع. المهندس جمعة هويدي مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع الخمس. طبعا اليوم موجودين بخصوص شحنة معجون طماطم خام تم توريدها في 2010. كانت الكمية تقدر بحوالي 30,000 برميل سعة وزن 260 كيلوغرام. طبعا الشحنة كانت من جزئين، جزء تم رفضه من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وجزء تم الإفراج عنه. الجزء اللي تم لفظه لعدم مطابقة المواصفات القياسية، أما الجزء الآخر اللي تم الإفراج عليه طبعا لعدم تمكن الشركة الموردة من الاستفادة من هذه الكمية، انتهت صلاحيتها ويعتبر حتى هو الآن غير مطابق للمواصفات نظرا لانتهاء الصلاحية. تم تشكيل لجنة بالخصوص لدراسة عملية الإتلاف وكيفية الإتلاف كذا من العديد من الجهات، منها مركز الرقابة على الأغذية والإصحاح البيئي ومراقبة الخدمات البيئية وحارس جمرك ميناء الخمس والحرس البلدي. محمد بقميزة مديرية شؤون الصحة بالخمسة، طبعا بتعليمات من الإدارة العامة بتوجيهات النائب العام تم التواصل مع لجنة في بلدية الخمس بخصوص وجود كميات من خام الطماطم تقدر بحوالي 30,000 طن من خام معجون الطماطم. طبعا هذه اللجنة كانت مشكلة طبعا برقابة الأغذية، مدير نيابة مكافحة الفساد، الجمارك والحرس البلدي والبيئة. طبعا خلال اجتماعات تم حصر هذه الكمية وتحليل المواقع الموجودة فيها، وتم زيارة حتى هذه المواقع في مصنع الأول، في مصنع الموقع الأول في مصنع الرب، والموقع الثاني في مصنع الصابون، وتم تحديد هذه الكميات والوقوف عليها وعلى الأضرار اللي تسببها في هذه الموقعين. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مدير فرع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع الخمس المهندس جمعة هويدي. أهلا بك سيد جمعة، حدثنا بداية عن هذه الشحنة وتفاصيل الإجراءات التي اتبعت لإتلافها، وما هي الأسباب التي حالت دون تصريفها عن وصولها في عام 2010؟ مرحبا بك أخي الكريم ومرحبا بمشاهديك الكرام. الشحنة طبعا هي عبارة عن معجون طماطم خام كما أسلفنا، تقدر بحوالي 30,000 برميل أو أكثر، وردت من قبل شركة إحدى الشركات الليبية في 2010، في شهر 9 2010. كان جزء من الكمية أفرج عنا مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، والجزء الآخر تم رفضه لمخالفة المواصفات. طبعا الشحنه اللي افرج عنها تم الافراج عنها في شهر 11 2010، وبسبب الظروف القاهره اللي واجهت المورد ما تمكنش من الاستفاده منها ونقلها، لان المصنع كان اعتقد في الجنوب ما تمكنش من نقلها. نعم اخي كريم. طيب انتم كمركز رقابه على الاغذيه والادويه، حدثنا عن جولاتكم داخل المدينة، وما هي السلع التي تكون ممنوعة تداولها لديكم؟ أخي الكريم كيف الجولات يعني تقصد؟ نعم أي جولات تقصد؟ يعني الخام هذا ولا؟ لا جولاتكم بصفة عامة، بصفة عامة كمركز للرقابة. مركز الرقابة الأدوية عنده قسم خاص اسمه قسم الرقابة الداخلية. نعم هذا طبعا مكلف بالعمل جولات على الصيدليات وعلى المصحات وعلى المحال التجارية، اللحوم والمواد الغذائية وكذلك مصانع المواد الغذائية في المنطقة. الفريق هذا يمشي عادة يقوم في جولات يطابق فيها في المواصفات القياسية في المبنى نفسه وفي السلعة الغذائية.
يعني في الوان محضوره، فيه مواد غذائيه منتهيه الصلاحيه، فيه صيدليات ما تتوفرش فيها الشروط، نعم، لازمه المساحات ما تتوفرش فيها، طيب لازم في مختبرات كذلك. طيب فهنا تاخذ الذرات الرقميه. طيب عذرا منك على المقاطعه، ولكن دعنا نعود الى الموضوع الاساسي وهي شحنه الطماطم. يعني يعني هذه السلع تدخل البلاد بعد وجود كشف عليها طبي وتدخل بموافقه الدوله الليبيه، كيف تم دخولها اذا وهي سيتم اعدامها بعد هذه الاعوام؟ أخي كريم، الشحنة ما قلناش غير مطابقة، هي فيها جزء كبير مطابق للمواصفات، في جزء يتم الكشف عليه ظاهريا ويدخل تمنح الشحنة فراج مؤقت تحت الحراسة الجمركية، يتم الإجراء التحاليل اللازمة عليها اللي تكون مطابقة للمواصفات الخلفية يتم الإفراج عنها، واللي يكون غير مطابق يتم رفضها. الشحنة هذه فيها العديد من التشغيلات، طبعا السلعة الأخوة اللي تبع في المادة الغذائية تم حسب تشغيلات معينة، فكان في من ضمن الشحنة هذه، هي مجموعة تشغيلات من ضمن الشحنة هذه تشغيلات غير مطابقة اللي هي 9008 برميل، هذا غير مطابق للمواصفات بعد إجراء التحاليل. يعني أنت لم يكن الباخرة، هي وردت عليه باخرة حمولة أكثر من 30,000 برميل. إذن التحاليل تتم بعد الدخول ليس قبل الدخول. بعد الدخول تمنح الشحنة فراج مؤقت عادة، وتخزن في مخازن الشركة وتحت الحراسة الجمركية بالكرشم الجمركي، ومن بعد كان التحاليل طلعت مطابقة للمواصفات يفرج عليها، وإن كان طلعت غير مطابقة يتم رفضها. وأحيانا جزء من الشحنة يكون تشغيلات مطابقة وتشغيلة غير مطابقة، فيتم رفض الغير مطابق والإفراج على المطابق. طيب الشحنة هذه أخي تفضل 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 أكمل. الشحنة هذه يا أخي الكريم شحنة كبيرة جدا، تم توريدها في 2010 زي ما قلنا. العديد من اللجان شكلت سابقا، العديد من اللجان مش أقل من 4-5 لجان شكلت سابقا، ونظرا لكبر حجم الشحنة ما تمكنتش الحقيقة من إتلافها. الآن أخيرا تم تشكيل لجنة من قبل النيابة العامة القمص، كان رئاستها برئاسة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية اللي هو مدير مركز الرقابة على الأغذية، نعم، العبد الله، ومركز جمرك ميناء القمص والإصلاح البيئي والحرس البلدي مراقبة الخدمات الطبية. قمنا اللجنة هذه بزيارة الموقع، وقمنا بإعداد تقارير فنية بخصوص الشحنة هذه، وتم إحالتها للسيد رئيس نيابة القمص للاطلاع، وتم إحالة التقرير هذه للسيد رئيس نيابة مكافحة جرائم الفساد. سيد رئيس نيابة مكافحة الفساد عقد معنا عدة اجتماعات الحقيقة، الناس المعنية هذه مشكور وتبنى الموضوع ونشكره في هالمداخلة هذه، لأن الحقيقة كان من بداية الاجتماع، أول اجتماع كان هو مصر على إتلاف الشحنة هذه، فعقدت العديد من الاجتماعات والعديد من المشاورات، وكان من ضمن الاصلاح البيئي يعني تاثيرها على البيئه صلاحيتها، لان الشحنه انتهت صلاحيتها مش الجزء الكبير منها. نعم، لنتجه الى الشق، عذرا، لنتجه الى الشق القانوني. ما هي القوانين التي تنطبق على المخالفين؟ هل الاكتفاء بمصادره السلع المخالفه فقط ام ماذا يعني؟ هذه حسب الشحنه في الجريد. مثلا الشحنه هذه، الشحنه مفرج عليها من قبل مركز الرقابه على الاغذيه والادويه نظرا لمطابقتها المواصفات الخياتيه، اللي حالت بينه وبين المورد هو الظروف اللي مرت بها بلادنا الحبيبه ثوره 17 فبراير. صار المورد ما تمكنش من نقل كميته. احنا كمركز الرقابه على الاغذيه والاخوه مشكورين في جمرك ميناء القمص البحري، نشكرهم في المداخلة هذه الحقيقة على الجهد الكبير اللي قايمين به في الضبطيات. كان الشحنة غير مطابقة للمواصفات السياسية، يعني لا يوجد تلف بالشحنة، أنا من حق التاجر إنه يرجعها لبلد المصدر ويعوض جزء من خسائره، هذه الأحقية للتاجر. أما إذا كانت الشحنة تحتاج لإتلاف مثل الشحنة هذه فيجب إتلافها
والحقيقة الآن بعد الترتيبات وبعد الجهد الكبير اللي قامت به نيابة مكافحة جرائم الفساد في الخمس، تمكننا بالفعل من البداية في الإتلاف الفعلي، وهو يوم أمس الأحد. يوم أمس تم إتلاف أكثر من 200 برميل كبداية، وبعون الله حيوصل الإتلاف اليومي إلى 500 إلى 700 برميل في اليوم لحين إتمام كامل الشحنة بعون الله. طيب أخيرا، ما هي إرشاداتكم للمواطن حتى يتجنب السلع المخالفة للقانون أو لقانون الأغذية الليبية؟ إرشاداتنا الحقيقة هو الاعتماد. إحنا بعون الله مركز الرقابة على الأغذية والأدوية حيكون الخط الدفاع الأمامي للمستهلك، هذا بعون الله. نعم. لكن المواطن يجب أن يطلع على البيانات التوضيحية، يطلع على التحذيرات اللي تخرج في صفحات أو اللي تنزل في صفحة مركز الرقابة الأغذية من أنوار محظورة، يحاول يقرأ تاريخ الانتاج والانتهاء قبل يستهلك السلعة، يشوف التحذيرات اللي هنا في العديد يعني من التحذيرات ومن المخالفات الموجوده على السلعه يجب انه يطلع عليها. يعني جولي سلع مثلا لا يتناول مريض الحساسيه، الانسان مفروض اي بيان على المنتج يجب انه يطلع عليه قبل لا يستهلكه. نعم، اذا كان معنا مدير فرع مركز الرقابه على الاغذيه والادويه فرع الخمس المهندس جمعه هويدي، شكرا جزيلا لك. ما زال المواطن الليبي يعاني صعوبة التعامل مع المؤسسات بسبب سوء الإدارة وعدم التنظيم وطرق التعامل التي تخلو من الاحترام والسلوك الحسن. دعونا نشاهد ما قاله أحد المواطنين بمدينة درنة بخصوص الطريقة التي تتم بها توزيع بطاقات التأمين الصحية للمتقاعدين. توا يا اخوي ابراهيم الاعلان هذا جاء لمده 3 ايام البطاقات التامين الصحي. تمام. وطبعا درنا على حسب الاحصائيه اللي طالعه من الصندوق نتاعهم حوالي 12000. 12000 معقوله لجنه 3 اشخاص بيتمون في 3 ايام؟ هذا امر غير معقول. هذه حاجه. الحاجه الثانيه الاجراءات، كل واحد يطلب في اجراءات شكل، بينما عندهم داتا وقاعده بيانات قاعده في صندوق التضامن وفي الضمان، قاعدات بيانات الناس المعاقين والناس الكبار اللي متقاعدين كلهم، يعني بيانات المفروض اللجنه هذه كاجراء إداري تنظيمي من الدولة، سواء كانت حكومة دبيبة ولا حكومة بشاغة، اللي دايرة القرار هذا بالبطاقة الصحية هذه التأمين الصحي اللي بياخذوا عليه فلوس في نهاية الأمر، يبي ياخذوا نسبة من قيمة مرتب الشخص اللي دار البطاقة، يعني مش ببلاش، هي المفروض راهو التأمين الصحي العالم كله على حساب الدولة يا جماعة، على حساب الدولة التأمين الصحي، ما فيش حد يدفع شيء من جيبه، هذا في نسبة حتدفع من قيمة مرتب الشخص اللي دار. الحاجة الأخرى الضمان، في وسع في بيبان طوارئ في مكان يحترم حتى الانسان، يعني انسانيه الانسان راحت، ادميه الانسان راح، شياب كبار سكر وضغط وجلطات يعرموهم على بعضهم اكثر من 2000 راجل في مقر، يعني حتى حشاك ما يسدش حتى 20 نفر. تو انت الامراض وهالفيروسات وهالقصص وهالمشاكل قاعدين ينعانوا من الصبح من الساعه 8 ينعان، شوف الساعه كم تو. اللجنه بالنسبه لشؤون الاجتماعيه دارنا ما شورهم شيء، الله غالب عليهم، جو قالوا لهم عندنا 1 2 3 دار مشوا بالاجراءات، تم يستقبلوا في المواطن شؤون الاجتماعيه دارنا ما يقدرش يطرد حد. لكن الاشكاليه العدد كبير فوق من 12000 على 3 ايام ولجنه 3 اشخاص، وقال لك واخذين من السلماني من بنغازي جايبين من دارنا، لكن للاسف طلع الموضوع ان 3 ايام محدده المده على 12000. يا اخي شغل المدارس، ما عندكش مقرات، ما فيش مكانات في دارنا معقوله تستوعب هالناس؟ افتح 3 لجان 4 لجان تاخذ عدد كبير في يوم واحد، خير ما تجيب لي 1000 راجل ولا 2000 بالعجاز بالصبايا مقعدين ومشلولين وتاخذ لي في الاخر بك 20 نفر. يعني لعند امتى؟ نحن في 2023 يا جماعه، ما زلنا الضي ينقطع، ما زلنا اشكالات في، يعني الدوله تستهلك في الاوراق وما فيش خدمات للمواطن، لعند امتى بالله عليك؟ يعني ناس راه تعبت، راه والله تعبت، والموضوع هذا المفروض يمدوه لمده شهر شهرين ويكثروا اللجان باش الناس تعرف كل واحد يمشي يصور في مكان، وديروا قوائم بناء على الداتا نتاع الضمان، عندهم داتا حتى يا سيدي في الاقرار السنوي نتاعه كل شهر مش دايرين للمجموعه يجي يستلم بطاقته من الضمان وريحوا المواطن. راه منظومه ما هم الشباب تجروا بهم على قروض عادي دير يمشي يدير، شياب كبار وناس كبار وجلطات سكر ضغط مشلولين
وان شاء الله ربي يصلح حال البلاد. والله تعبنا نحن بصراحه، تعبنا كل موضوع نخش فيه نلقاه معرقل ونلقاه معقد ونلقاه البيروقراطيه قاعده في الادارات والواسطه والمحسوبيه قاعده في الادارات، كل حاجه قاعده في اداراتنا الحمد لله ما شاء الله. نحن حتى باش تمشي تعالج برا جوازنا 101 في العالم، تو اخر جواز في العالم في الدول العربيه والدول العالم كله جواز الليبي، يعني ما عادش عندنا قيمه لا في الداخل ولا في الخارج، يدوسوا فينا كلهم. معقولة توا 101 نحن جوازنا وترتيبه على مستوى العالم؟ بحث وين كنا وين أصبحنا؟ باشرت جميع مراكز الاقتراع ببلدية الخمس بفتح أبوابها أمام الناخبين والبدء الفعلي في عملية الاقتراع والتصويت لانتخاب المجلس البلدي الجديد، حيث يتنافس على المجلس البلدي عدد 14 قائمة لمرشح الانتخابات. بداية نحييكم ونرحب بكل السادة الحضور من الإعلاميين وكذلك الصحفيين وكل المؤسسات الإعلامية الحقيقة التي تتابع سير العملية الانتخابية في بلدية الخمس وكل البلديات التي تم إجراء العملية الانتخابية فيها، ونشكر كذلك الجهات الأمنية التي تؤمن سير العملية الانتخابية في كل المراكز الانتخابية في بلدية الخمس، ولا ننسى كذلك مديرية أمن الخمس في تأمينها كذلك لمجريات العملية الانتخابية في الخمس. انطلقت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 519 باعتماد لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخاب المجلس البلدي، وهو نظام القائمة المغلقة. هذا النظام نظام القائمة المغلقة المطلقة، أي كل الفئات في قائمة واحدة، الفئة العامة وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك فئة المرأة. وكانت البداية ببلدية ترهونة في 22 أكتوبر لسنة 2022، هو يوم انتخاب المجلس البلدي لبلدية ترهونة كأول مرحلة انتخابية بهذا النظام، وبفضل الله ثم بجهود رئيس وأعضاء وموظفي اللجنة المركزية للانتخابات المحلية واللجنة الفرعية وكل شركائنا في العملية الانتخابية من جهات أمنية ومؤسسات مدنية، تم انتخاب المجلس البلدي ترهونة. ترأس وزير الصناعة والمعادن جلسة حوارية من أجل الانتعاش الاقتصادي ومستقبل قطاع التعدين ومساهمته في تنويع الاقتصاد الوطني. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. من أجل الانتعاش الاقتصادي ومستقبل قطاع التعدين ومساهمته في تنويع الاقتصاد الوطني، أقيمت بطرابلس جلسة حوارية حول القطاع الصناعي ومتطلبات إعادة بنائه. يترأس هذه الجلسة وزير الصناعة والمعادن أحمد أبو هيسة. طبعا هذه الشركة لها سبق في عملية المواءمة، خلق عملية المواءمة بين القطاع الخاص والعام. طبعا زي ما يعرفوا حضراتكم أن القطاع العام يملك أصول كبيرة ومصانع ضخمة تم تشييدها وإقامتها من سنوات سابقة، بس كانت الإشكالية دائما في عملية كيفية تشغيل هذه المواقع الضخمة وخلق منها إنتاج ينفع الوطن والمواطن. دائما كانت في قصور في عملية المرونة في الإدارة وعملية التسويق وكيفية الترويج وإشكاليات كثيرة، وخصوصا في الفترة الأخيرة اللي مرت على الدولة الليبية من معطيات
خارجية وتغيير في ظروف الحياة اليومية مع الإشكاليات اللي تصير عالمية والأزمات العالمية منها الأزمة اللي عايشينها حاليا بعد الحروب اللي صايرة في العالم. تناولت الجلسة الهياكل المساندة للصناعة، القطب الصناعي التكنولوجي والحاضنات الصناعية وأثرها في دعم الابتكار وريادة الأعمال ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة واعتماد سياسات جريئة لتحقيق النمو الشامل، إضافة إلى دور المناطق الصناعية في التنمية المحلية والمستدامة وجذب المستثمرين المحليين والدوليين. انصبت المشاركة على التأكيد على دور القطاع الخاص في النهوض بالصناعة. القطاع العام جرب لأكثر من نصف قرن في مجال الصناعة والنتيجة الآن سيئة مع الأسف الشديد، ولا زلنا نعتمد على يعني الاستيراد بشكل كامل في كل في أغلب المنتجات. كذلك دعم القطاع الخاص يوفر الكثير من فرص العمل ويرفع العبء عن كاهل القطاع العام. لا نحتاج إلى الكثير في دعم القطاع الخاص، نحتاج إلى بعض السياسات وبعض التشريعات، وأحيانا أن تتكفل الدولة بدفع بعض أو التخلي عن الضرائب ودفع الضمان بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص. في الختام شهدت الحوارية توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة الصناعة والمعادن والأكاديمية الليبية للدراسات العليا من أجل تفعيل التعاون المشترك بين المؤسسات التعليمية والمؤسسات الحكومية الاقتصادية والصناعية. إسراء شكري، قناة WTV، طرابلس. وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا، على أمل اللقاء بكم مجددا. تقبلوا تحياتي، أنا محمد دينالي، دمتم في أمان الله.